سيروا حروا سبتة راه غير حدا تطوان مستعمرين لها السبنيول. إلا كنتو دولة إلا كنتو دولة ديال بصح سيروا حروا مليليا راه حدا اللادور ومستعمرين لها السبنيول. كديروا العنطريات العنطريات لابسين البروتيج والكاسك والكمامات وما نعرفش شحال ديال الإجراءات والتصوير والكاميرات وصور بيات عاد صور من صور صورتوا الأجداد ديالنا في 58 و 59 صورتوا الأجداد والآباء ديالنا في 84 وفي الزلزال المعركة ديال المنكوبين وفي 20 فبراير وفي الحراك الشعبي الزفزافي. أكثر واحد فيكم هنا هاد المخزنية ما توصلوا فيه والو لأنه على الأقل راه هضر على قضية عادلة. أنتم غارقين غير في الصبابط غارقين غير في الصبابط الدولة غارقة غير في الصبابط وما قادرينش العدو الخارجي كتوليو قدومات اوف وعلى المواطنين وعلى البسطاء وعلى المنكوبين. وراه كاين اللي ما عندوش حتى باش ياكل كاين اللي ما عندوش باش يصرف. باش نتوما دولة باش بأي منطق واش اصحاب لي كشاف راه تجيب جوج ديال الكيران ولا 10 د المخزنيه ديالك تقدر توقفنا؟ راه حنا اللي بغينا نوقفو ما بغيناش ندوزو غير حنا اللي بغينا نوقفو. اما نتوما بالقوه ديالكم هاد الفلاحين اقسم بالله ما تستطيعوا توقفوهم حتى يرجعوكم وانا اقولها بتحدي ها كنعرفوكم وبالله حتى ترجعوا حتى القشلات بالحجر ما تقدروش عليها. ولكن حنا اللي ما بغيناش نفوتو حنا لانه الهدف ديالنا لانه ملي كنوضحوا الفساد ديالنا حنا ملي كنوضحوا كنوصلوا ميساجات للناس اللي مسؤولين في الدوله اراه الوضع الاجتماعي على مستوى بلدة تماسينت وضع اجتماعي متردي وكارثي. دولتكم هي أم المتناقضات. الملك في خطاب العرش من قال شنو قال الملك في خطاب العرش؟ قال لك ما زلت أشعر أن هناك نقص في نموذجنا الاجتماعي. ملي كتكون احتجاجات اجتماعية كتعاملوا بهذه الطريقة. شكون اللي حاكم هذه البلد؟ شكون اللي حاكم هاد البلاد؟ سيروا ديروا الاستعراض على اللي عطى الاقتراحات ديال النموذج التنموي لسفيرة المغرب بالرباط. ما هدرتوش ما تقدروش تهدروا. جبناء امام العدو الخارجي جبناء امام الاستعمار تمارسون العنطرية على الفقراء والمنكوبين والجماهير الشعبية. آخر فلاح من تماسينت أشرف مليون مرة من أي إداريين يسكن الرباط أو الدار البيضاء أو يسكن المركز. آخر فلاح في تماسينت أشرف منكم مليون مرة في العهد ديالكم في دولة إمارة المؤمنين يغتصبوا المعتقلين السياسيين يغتصب. انتم فيكم البيتوفيليا انتم مرضين كل شيء فيكم البيتوفيليا. احنا ماشي معقدين نفسيا ما فيناش عقد نفسية ولكن انتم فيكم البيتوفيليا انتم مرضين تغتصبون المعتقلين في السجون تغتصبون المعتقلين تتطاولون على كرامة النساء. واش لجودان من اخلاقيات العمل في الاجهزة ديال الامن ديال الدولة ولا الاجهزه ديال الوزاره الداخليه؟ لا جودان كيقول بنادم الله ينعل دين امك والله ينعل دين امك انت
الشعب. واكلتوا الاجداد ديالنا، اكلتوا الاجداد ديال الاباء ديالنا، وباغي تاكلونا حتى حنايا كلاباس. بالنسبه للجماهير الشعبيه ولا ما يسقسى شويه خفينس ما سكا الممثلين غان غدا دسنا بدون زداد. سير لقينا قناه كيس سنوات. السقسا ديك فنا وما تر معنا ما معنا وبنادم يا الزوال ما زامي ذا زدوين بلا المية الزوري تخاس قد ماني نرف ذاك العزمة زامي ذا ستاوين بلا المية الزو الواد الحار زاف قل جواب ما يتجى المشكل ما يتجى المشكل تحية نضالية عالية مجددا امي قام انا يكون شي باشي وذان رايني حضان رايني حضان شي هذا السنن الحقيقة الدولة ميك تعيشن مخذية الحقيقة الدولة ميك تعيشن مخذية اصدن عاشن اصدن عاشن يبو بيثن يزدغن قلب الله اصدن عاشن يبو بيثن يقين كات كاتت اصدن عاشن يبو بيثن اتن الكافية منهم كسينا ساخ بس تكمر عزينا صدي جور موز داكوح الجين في الطلب هرموز نياكوح 80,000 نيوه وقاسلو شن غزامو خف التعامل غزامو خف التعامل الدولة هذا عيبون هذا لن يغتسل عاركم لن يغتسل عاركم لن يغتسل عاركم اجن الدولة ظن غاقي الشعب ينسمين وظن غاقي الاعداء ينسقير حام نغين غي الشعب ينسن من غير قيل اعداء نسلقير حار اقف تقن الاستعراض اسلك مامين ذي الكاسك ذي قوبة ذي مخزنية ينا قزين ذي نشمية تسنار وذي المختضوان مازد جان السنبل نشنين لا يخيفنا شيء في الدفاع على حقوقنا ليس هناك ما يخيفنا في معركة الدفاع عن حقوقنا وذني إذا نايس يكذب إلا بغيتوا تجيبوا الدبابات جيبوهم أبغي إلا عندكم القرطاس قاعد تضربوه جيبوا القرطاس إلا بنتكم قاعد تدخلوا فينا دابا تضربوه أدخلوا ولا تقدروا عليها أفتحدي 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 أمام الأمان التاريخ أفتحدي أمام التاريخ راه تماسين دادي بالتحدي امام التاريخ عامل عمالة اقليم الحسيمة ووالي الجي المسمى ميت مطالبين بسني اجراءات استثنائية وعاجلة وفورية لمعالجة الاوضاع الاجتماعية المتردية على مستوى بلدة تماسين اولا معالجة الاختلالات وتقديم ضمانات معقولة فيما يتعلق بعدم استفادة شريحة واسعة من المواطنين الفقراء من الدعم المؤقت. ثانيا إيقاف الإجرام المنظم الذي ترعاه الدولة في شخص عمالة إقليم الحسيمة والذي يمارس في حق ساكنة وادغيس الشركة ديال المسمى بيوي قتلت أمام أعين العالم طفلا بريئا ولا حسيب ولا رقيب وانتم إلى قويين وراء الشركات كتقتل المواطنين كتقتل ولاد الشعب وكتقتل الضعفاء
على عيونك يا ابن عدل، انتم قويين.